شلونك استاذ وليد؟ والله بخير حال الحمد لله. الله يسلمك. والله بخصوص موضوع اليوم الجزع، مو ايوه سيادة المعمم، النهارده ما معنى الجزع؟ أليس الجزع هو عدم الصبر وعدم الرضا بالقضاء والمشيئة والقدر؟ نعم فعلا. طيب يبقى طبعا يكون الجزع، يبقى تعريف الله عز وجل الجزع، حرم الجزع لأنه منافي للصبر وأنه ضد القدر وضد القضاء وضد المشيئة، صح؟ هذا يعني اللي عرفته انت حضرتك، بس أمال أنت اللي قلت في لي صح الواقع ليه؟ انجيك يعني أمال أنت قلت لي صح من ليه؟ الواقع الشيعي. أنت قلت لي صح ليه طيب؟ هو صحيح ولكن كتعريف، ولكن كالواقع الشيعي لما يقولون يعني جزع ويستخدمون هاي كعذر، احنا عندنا الشيعة هنا يستخدمونها كعذر مني يسوون هاي الشعائر، يعني ما اللي يسوونها يا ضرب أستاذ راسه أنا ما بالحائط. كلمتك دلوقتي عن الشيعة، أنا ما كلمتك عن الشيعة، أنا كلمتك عن نعم الجزع. الجزع منافي للصبر، تمام؟ عدم الرضا بالقضاء والقدر والمشيئة، يبقى أنا حرمته عشان نعم كده، صحيح. حرمته. أنت راجل بتاع قانون دستور، حرمته عشان كده. فلما تيجي تبيح الواحد وكأنك تقول لي مسموح لك أن تعترض على قدري في هذا الشخص وتعترض على مشيئتي، صح كده؟ وتعترض ولا تصبر عليهما يعني أو عليهما، صح ولا لأ؟ بمعنى صحيح، طيب ده يعني أنا يعني نفسي أفهم بمعنى بقى، يبقى أي مشرع ده اللي يشرع للناس شيء ويشرع للناس تانية شيء تاني؟ يعني أنا نفسي أفهم، يعني زين ممكن منع أسألك الله عز سؤال وجل، منع أستاذ الله عز سؤال؟ وجل، الله عز وجل يمنع الناس من الجزع اللي هو عدم الاعتراض على القضاء والقدر، ويأمرهم بالصبر، ولكن في حق شخصية معينة اعترض عليها زي ما انت عايز. شلون؟ زين استاذ، سؤال واحد عندي هو اتفضل. بخصوص هذا الموضوع. يعني هاي كل الجزاء حرام الا على الحسين عليه السلام، رواية ولا شنو؟ يعني فتوى ما حضرتك اعرف، اساسا حديث الرواية ضعيفة فيها مجاهيل كمان. رواية ضعيفة. ايوه فعلا هي رواية ضعيفة. انا اريد اخذ من عندك يعني شيء، وراح بس احكي لك عن الواقع. يعني بسبب هذه الكلمه يعني سوت مشكله بالمجتمع الشيعي شويه، نعم لان شويه صار كل سنه تجي شعائر جديده بتسميه الجزع، والناس خرجت عن السيطره. وانتم تشوفون وتتابعون هذا الشيء. نعم يعني انت عايز تقول ان الشعائر ديت بالرواية ضعيفة ديت تشوه صورة الاسلام. انا انضميت لك هسه بالاتصال حتى اريدك تتحدث يعني عن هاي بصوره اوضح، حتى هم يتهمونها شوي. ابشر ان شاء الله، ابشر باذن الله تعالى. شكرا ليك.